السلام عليكم، مرحبا على قناة في أمك ميزين. كنتمنى تكونوا مزيانين وأحوالكم طيبة وتكونوا في أتم الصحة والعافية. اليوم إن شاء الله في إطار شهيوات رمضانية غادي نحضروا مع بعض واحد الشهيوة اللي كتكون حاضرة في جميع البيوت المغربية طيلة شهر رمضان، وكلها وكيف كيحضرها بالطريقة ديالو، السفوف أو الزميطة، كيجي رائع أو أكثر من رائع، وأنا متأكدة غادي ينال إعجابكم. تابعوا معايا المراحل في الفيديو بلا ما نطول عليكم، نخليكم على المقادير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة. غادي نحتاجو أول حاجة جوج كيلو ديال الدقيق، كيلو ديال الدقيق ديال الفرز، وكيلو ديال الدقيق ديال الزرع اللي سبق لي وحمصتو في الفران. وغادي نحتاجو جوج كيلو ديال الزنجلان حتى هو محمص ومنقي، وجوج كيلو ديال البيان حتى هو محمص، ونص كيلو ديال سكر كلاصي ما يعادل 500 غرام، زلافة ديال الزيت نباتية، 500 غرام ديال الزريعة ديال الكتان. وغادي يحتاجو النافع وحبة حلاوة اللي كيكونوا منقيين ومحمصين حتى هما، قرفة، كيلو ديال النوا أنا هنا اللي سلقتو وقليتو من قبل. وغادي يحتاجو نسكة الحرة، واحد الكاوزة، وهنا عندنا 500 غرام ديال الزبدة اللي مذوبة. وهنا كيف ما كتشوفوا طحنت الزنجلان مزيان وطحنت النوا حتى هو، ولكن ما كنطحنوش مزيان، كنخليوه بحال مشوية وكنخليو واحد شوية للتزيين، وكنطحنو بيان حتى هو كيف ما كتشوفوا، كنخليوه حتى هو بحال مشوية. زريعة الكتان والنافع وحبة حلاوة حتى هما كنطحنوهم مزيان، والكاوزة هنا حكيتها، وهنا عندي القرفة حتى هي اللي غربلتها. ودابا ندوزو باش نخلطو السفوف ديالنا. كيف ما كتشوفوا انا هنا عندي قصعة او قصرية، كيف ما كتشوفوا قصرية صغيرة ما غتكفنيش باش نخلط الكمية كاملة، ولهذا غادي نعمل نصف الكمية، غادي نخلط نصف الكمية الاولى ونخلط نصف الكمية الثانية. وانتم اذا كان عندكم اناء كبير يمكنكم تخلطوا كل شيء في خاطرة. غادي نضيف اول حاجة الدقيق ديالي في القصعة، وغادي نضيف كيف ما قلت لكم نصف كمية ديال الزنجلان، ودابا غادي نضيف البيان حتى هو ما غاديش نعملو كامل، غادي نعمل عين نص. ونضيفو الزريعة ديال الكتان، هاد الزريعة ديال الكتان كتبقى اختيارية، يمكنكم تعملوها يمكنكم لا، كيبقى على حسب الذوق ديالكم. ودابا غادي نضيف النوا، كيف ما قلت لكم النوا كنسلقوه وكنقليوه وما كنطحنوهش بزاف، كنخليوه شويه مهرمش باش ملي كيكونوا كناكلو السفوف ديالنا كنحسو به. وهنا نسيت ما قلت لكم شي، باللي ملي كنبغيو نطحنوا الزنجلان ديالنا كنخليوه واحد شويه ما كنطحنوهش، وكنضيفوه حتى هو مع المكونات ديالنا. ودابا غادي نضيف 5 ديال المعالق كبار ديال الدافع، وخمسة معلق كبار ديال حبة حلاوة، وخمسة معلق كبار ديال قرفة. و
دابا غادي نضيفوا واحد الكاوزه اللي محكوكه مع نسكه الحره وشويه ديال الملح لتصحيح الذوق. ونضيفوا 500 غرام ديال السكر كلاسي ونبداو نخلطوا هاد النواشف ديالنا مزيان حتى كينسجموا جميع المكونات مع بعضها البعض. ودابا باش نجمعوا السفوف ديالنا غادي نضيفوا زلافة ديال الزيت النباتية وكنبداو نضيفوا الزبدة بشوية بشوية حتى كنشوفوا السفوف ديالنا بدا كيتجمع وكنحصلوا على القوام اللي حنا باغيينو. صافي وكنبداو نجمعوا السفوف ديالنا مزيان بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا، الطريقه واضحه في الفيديو. حتى كنحصلوا على هذا القوام هذا او على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا معايا. وصافي وهذا السفوف ديالنا واجد، وهذا هو الشكل النهائي ديال السفوف اللي حضرت معكم وتابعتوا معايا كيف ما كتشوفوا بطريقه سهله وبسيطه وكيجي رائع ومذاق ديالو مزيون بزاف. كنتمنى ينال اعجابكم، الى عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساونيش بلايك واشتركوا في القناه الا كنتوا اول مره غادي تشوفوا القناه ديالي، بالضغط على الزر الاحمر اللي في اسفل الفيديو وتفعلوا زر الاشعارات باش توصلوا دائما بجديد الوصفات. والسلام عليكم، نلقاو فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.